يعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان عام 1442 للهجرة الموافق للحادي عشر من شهر مايو عام 2021 لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال ودعا المجلس في بيان من لديه شهاده تتعلق برؤيه الهلال الى الاتصال بهيئه الرؤيه الشرعيه للابلاغ بذلك مشكورا وماجورا